في عام 1924 وصل إلى الإسكندرية شابان فلسطينيان قادمان من تشيلي، وهما إبراهيم وبدر لاما. ومن بيت لحم مهد السيد المسيح تبدأ الرواية. كانوا بدهم يجوا لبيت لحم يسووا استوديو للأفلام لهذا، فنزلوا على الإسكندرية. إبراهيم طبعاً هو المخرج وبدر هو الممثل. أولاً ما هي البداية؟ نحن نثبت التاريخ ولا نتنافس على الريادة، لأن الريادة بالمعنى التاريخي لمصر طبعاً. هم نقلوا على القاهرة أساس يعملوا استوديو أكبر ومجال السينما هناك أوسع. أول فيلم يعرض في فلسطين وتحديداً في فندق يوربا بالقدس عام 1900. يعني دي كل المستندات تغطي فيلم مصر في فلسطين. بدر وإبراهيم مش يهود، بدر وإبراهيم مسيحيين من بيت لحم، فلسطينيين أصلهم. نزل الفيلم تم ترميمه يعني واشتغل بعد كده. يعني أنا بعتبر بدر وإبراهيم لاما هم العلامة الأولى في تاريخ السينما الفلسطينية.